حنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. حنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة، وصاروا بذاتي نشيد الحياة. تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا. لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين، والله ما تركته. كلي إن شئتي واشربي إن شئتي، فأنزل الله فيه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله يقول صج لا تطيعهم في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن صج أنا ما أطيع أمي في المعصية ولا أبي في المعصية، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا أحسن إليهما، وإن كانت كافرة وإن كانت مشركة أحسن إليها، عاملها بالإحسان، برها، عاملها بالمعروف، صاحبها بالمعروف، وإن دعتك إلى الشرك لا تشرك، لكن لا تسئ إليها. من هو؟ إنه سعد بن أبي وقاص، أحد ضعفاء مكة وفقراء مكة ومساكين مكة. النبي يجلس معهم بلال وصهيب وخباب وسعد وغيرهم من الصحابة، يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم، ويأتي المشركون، كبار المشركين يأتون إليه يقولون له: يا محمد، تريد أن نجلس معك؟ يقول: نعم بلى، أريد أن تجلس معي. يقولون له بشرط. قال: ما هو الشرط؟ قالوا له: أطرد هؤلاء الضعفاء الفقراء نجلس معك، أطردهم. فينزل الرب عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الخاسرين. الله يدافع عن سعد بن أبي وقاص، عن بلال، عن خباب، عن غيرهم من الضعفاء الفقراء، الله يدافع عنهم. سعد بن أبي وقاص في معركة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رامي، كان الرسول يعرف شلون رامي، يعني إذا رمى ما يخطئ، كان النبي ينثر له النبال ويقول حق الصحابة. لما صار الأمر على رسول الله وعلى الصحابة والمشركون يقتلون فيهم، كان النبي يقول للصحابة: أعطوني النبال، أعطوني السهام. يأخذ السهام وينثرها لمن؟ لسعد بن أبي وقاص الرامي البطل، وكان يقول له: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. قالها لسعد بن أبي وقاص، وما قالها لغيره. من هو؟ إنه سعد. في خلافة عمر بن الخطاب ولاه عمر ولاية، فكان واليا وكان قائدا في الجيش. عمر كان يعني يتفقد الولايات. يوم من الأيام سمع أن أحد الناس يشتكي من سعد، وكان سعد مستجاب الدعوة، وكان عابدا صواما قواما من المبشرين بالجنة. واحد يشتكي عليه، عمر ما يرضى. واحد يشتكي على والي من ولاتي، بنفسه يتأكد. عمر راح، ايش سوى رضي الله عنه؟ ذهب إلى المساجد يسأل الناس في العراق، يسأل الناس عن سعد بن أبي وقاص. كلما دخل مسجد يثنون عليه خير، حتى وصل إلى مسجد فقام رجل يقول: يا عمر، أما إنك إن سألت اسمع شنو سعد بن أبي وقاص. قال: كيف هو فيكم؟ قال: سعد لا يسير بالسرية، قائد الجيوش. قال: سعد لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية.
شوف الظلم، شوف الافتراء. قال له سعد، أنا لا أعدل، أنا لا أقسم بالسوية. فرفع سعد يديه إلى السماء، قال: اللهم إن كان عبدك هذا، قال هذا كاذبا يعني متعمد، إذا أخطأ ما يخالف، لكن إذا كان متعمد وكاذب، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. كان سعد إذا دعا استجاب الله له، من المستجابين مجابي الدعوة. تدرون صار حق الرجل؟ يقول أحد الناس: رأيت هذا الرجل نفسه قد طالت به السنون، صار عمره كبير حتى سقط حاجبه على عينيه، وصار فقيرا يتوسل الناس يتسول. يقول: فرأيته يمشي على عصا كبير في السن ويتوسل الناس أن يعطوه لقمة ولقمتين. يقول: فإذا مرت به جارية غمزها، يعني عيب رجل كبير ويغمز الفتيات، عرضه الله للفتن. يقول: رأيته وهو يمشي ويقول: أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. من سعد؟ إنه الأسد في براثنه. والله عمر بن الخطاب قيادة الجيوش في قتال من؟ قتال الفرس. أي قتال؟ القتال الشرس، قتال القادسية. فكان سعد أحق بها وأهلها. نظم سعد الصفوف ونظم الجيوش وأمر القادة، أمر القادة الفرعيين، أمرهم أن يقرأوا على الناس سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الصحابة يقرؤون والتابعون يقرؤون، ماذا يقرؤون؟ سورة الأنفال، تسمى سورة الجهاد. لما نظم الصفوف وانطلق القتال، وإذا بالجيش يسير على النهر، يسيرون على النهر وعبروا النهر بخيولهم، لما رآهم يزدجر هذا قائد الفرس، لما رآهم قال لأصحابه الفرس، قال: والله إنكم لا، قال: إنكم لا تقاتلون الإنس، إنكم تقاتلون الجن، هؤلاء ما هم بشر، هؤلاء جن. فدخل الصحابة والمقاتلون المؤمنون وعبروا النهر، وإذا بدولة الفرس تدك، وإذا ببطل القادسية ينتصر، وإذا بالمدائن تفتح، وإذا بسعد بن أبي وقاص يرى المدائن يفر منها الفرس المجوس، يفرون، والصحابة يأسرون من يأسرون، ويقتلون من يقتلون، ويستولون على الغنائم، والفرس يهربون هروبا. رآهم سعد بن أبي وقاص فدمعت عيناه. شنو شاف؟ شاف القصور خالية، شاف الأنهار خالية، شاف الكنوز، أين الحرس؟ أين الملوك؟ أين الجنود؟ أين الذين كانوا يعمرون الأرض ومن عليها؟ أين أعظم دولة في ذلك الزمن؟ أين هم؟ دمعت عينا سعد بن أبي وقاص وقرأ قول الله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. من هو؟ إنه سعد بن أبي وقاص، إنه الأسد في براثنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان بطلا، كان مغوارا، كان شجاعا. لما كبر سنه كان الصحابة يجون وهو كبير، صار أعمى، فقد بصره. يأتون الصحابة الصغار والشباب والتابعين يقولون: أدعو الله لنا، يدعو لهذا ويدعو لهذا، مستجاب الدعوة. قال له شاب غلام، قال: يا سعد، إنك رجل ضرير ومستجاب الدعوة، أدعو الله يرد بصرك. فتبسم سعد وقال له: يا بني، قضاء الله سبحانه أحسن إلي من بصري، أي أن الله عز وجل قد كتب لي العمى، أصبر
وأدخل الجنة إن شاء الله على صبري أحب إلي من أن يرد الله لي بصري، إنه سعد.